من أول لمسة اللعيب الموهبة بيفرض نفسه، هو المواهب بتقل بس في السن الصغير، يعني ممكن من 2009 لغاية 2005 ممكن تختار عدد كويس، إنما من بعد كده العدد اللعيبة بتقل، لأن دول بيبقوا فرق وبقالهم سنين شغالين. فطبعا الولد كل ما سنه بيكبر بتبقى فرصته أصعب، إنما برضو ساعات يعني ممكن بنلاقي واحد أو اتنين تقدر تدخلهم على الفرقة بتاعتك بيبقى كويس، يعني مش محتاج أكتر من كده، وحسب المراكز اللي بتبقى ناقصة في الفريق اللي انت بتختار منه يعني.